تتعدد أسباب السفر والتنقل للسياح حول العالم، فمنهم من يبحث عن العلم، ومنهم من يبحث عن الترفيه، ومنهم من يعشق الثقافة ويعيشها بكل تفاصيلها. وتعتبر الإبل هي ثقافتنا وهويتنا منذ القدم، فقد كانت زاد العربي في حله ومركوبه في ترحاله، واستخدمها عبر الزمن في رحلات سفره الترفيهية والاقتصادية والتجارية. فلا ريب أن تكون محوراً سياحياً يجذب العالم، وباعتبارها رمزاً ثقافياً وإرثاً تاريخياً عظيماً، كانت ولا زالت أحد أهم مقومات الاستثمار السياحي في المملكة، وتساهم بشكل فعال في جعل هذا الوطن وجهة سياحية عالمية كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.